تفضل استاذ محمد. اهلا وسهلا، مرحبا، اشكركم شكرا جزيلا على هذا الاهتمام. لماذا؟ لان المناسبه مناسبه غاليه ومناسبه فريده بالنسبه للقصر الكبير، لان مدينه القصر الكبير تعتبر في المغرب منذ الازل هي المدينه الاولى الحاضره الاولى في المغرب، وتشكل حوضا ثقافيا خاصا، ولدل على ذلك بان ابنائه يعني يتعاطون القراءه بشكل ملفت للنظر في جميع التخصصات. فتدشين هذه الكليه ووضع الحجر الاساسي لكليه الحقوق في القصر الكبير طالما انتظرناه طويلا منذ زمنين طويل، ولكن الان الحمد لله جاءت المناسبه لرد الاعتبار الى مدينة القصر الكبير والعطف على أبنائها حتى يجدوا الكلية أمامهم ويجاهدوا من ويضاعفوا من مجهوداتهم العلمية. القصر الكبير نبذة صغيرة عن الماضي في القصر الكبير، وأن القصر الكبير كان دائما يعني مدينته مركز حضاري متفرد. لماذا؟ لأن كانت له ما يسمى ولا زال سيء الآن، كانت له ما يسمى بروح عالمة تجوب كل الأحوام وكل الأماكن في القصر الكبير. هذا هو السبب الذي يجعل أن القصريين كيف ما كانت وضعتهم حتى الفقيرين منهم يحققون النتائج الهائلة. ناهيك عن المدارس الأولى الابتدائية في الاستقلال كمدرسة ابن خلدون التي كانت تستقطب كل المدارس الابتدائية آنذاك منذ 57 إلى الآن الحمد لله، وهي لا زالت تحمل عمل الإنارة، وكذلك مدرسة بوحمد ومدرسة الأهلية وكثير من المدارس والمدرسة القرآنية وكثير من المدارس. معنى ذلك أن التقدم الموجود الآن هو مبني على ماض، ونتمنى لهذه الكلية أن تتفتح وتكون أكثر حتى تستجيب للعدد الهائل للقصرين. ملاحظة بسيطة، وأن عدد البكالوريات المحصل عليها في القصر الكبير يفوق المدن الكبيرة في المغرب، وأنا أقول هذا وأعرف ما أقول. ولذلك وضعوا لبنة هنا ووضعوا يعني الكلية هنا سوف يقطع الطريق على هذه الجحافل من حملة البكالوريا حتى يجدوا أمامهم. نعم، النواه الجامعية تستفيد منها يعني مدن سوق العربية على الغرب ووزان ويعني وحتى المناطق. نعم بالفعل، وزان هي حوض ثقافي مهم يمكن أن ونواحي سوق الأربع ونواحي سوق الأربع. معنى ذلك أن التفكير في وضع لبنة لكلية الحقوق في القصر الكبير هو تفكير جهنم، يعني تفكير رائد واستراتيجي. نتمنى له أن يحقق كل هذه الأمال المعلقة على النواة الجامعية في مدينة